السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. النهاردة إن شاء الله هنصور مع بعض تاني يوم لدورة البط بتاعتي. النهاردة بقى إن شاء الله هقول لكم أنا عملت إيه، لأن المفروض في تاني يوم أنا طبعا استقبلته معاكم. قلنا لكم إحنا استقبلنا على إيه والمفروض بنستقبل على إيه. المفروض يا جماعه بنستقبل البط على محلول معالجه الجفاف، بس في اليوم دوت انا ما كانش عندي محلول، رحت انا عامله لهم عسل اسمر، معلقه عسل كده على الريتل ميه قدامهم. ده يعتبر جلوكوز كويس جدا، حلو قوي للبط في اول يوم استقبال. فان شاء الله بقى تاني يوم النهارده هقول لكم هنعمل ايه. تاني يوم يا جماعه المفروض بنحط مكون حلو جدا يحمي البط معانا، تمام؟ قبل ما نحطه بقى يا ريت كلنا نحط لايك للفيديو كده، ويا ريت كمان نشير الفيديو علشان ان شاء الله ناس كتير هتستفاد باذن الله منه. انا قلت لكم امبارح احنا جبنا البطه سعره كام واتكلمنا في الكلام ده كلاته، فان شاء الله اللي عايز يتابع الدوره من اولها باذن الله يبدا ان هو يجيب يلا ويتابع معانا. المفروض يا جماعه في تاني يوم بقى ببدا ان انا اجيب له دواء استقبال، وده طبعا ضروري جدا علشان البط يعيش معايا وما يتعبش، وابص الاقيه كش وتعب ومش عارفه ايه وجاله اسهالات، وبالذات يعني انتوا عارفين احنا في الحر. فالمفروض بجيب المضاد حيوي وفيتامينات، انا هوريه لكم برده علشان انتوا ايه تبقوا انتوا عارفين كل حاجه. بصوا ده طبعا المضاد الحيوي اهو، ده نص معلقه على رطل ميه لمدة 12 ساعة، تمام؟ بنحط كام يوم؟ ممكن نحط 5 أيام 6 أيام على حسب اهو. فده بنحط منه المضاد الحيوي 12 ساعة، وده الأملاح الفيتامينات، ده فيتامينات وأحماض أمينية اهو، 1 سم برضه على رطل مية لمدة 12 ساعة. يعني بنبدل في دول، ده 12 ساعة وده 12 ساعة، تمام؟ احنا دلوقتي حطينا للبط، لان هو ده طبعا يعني انتوا بقى عارفين بنحط نص معلقه من المضاد الحيوي على لتر ميه، وده اللي انا حطيت للبط منه دلوقتي، تمام؟ بعد ما يعدي بقى 12 ساعه يعني نص اليوم، هقوم حاطه لهم الفيتامينات اللي انتوا شايفينها ديت برده 12 ساعه سنت على لتر ميه. ده كان اول حاجه، وده طبعا ضروري يا جماعه ان احنا بنعمله للبط في الاسبوع الاولاني، وده اهم حاجه. ممكن ايه يعني حتى يمكن لو انتوا لاحظتم هتلاقي في بطه اخيره هناك اهيت، بصوا بدأ ايه، بدأ ان هي تمشي تقفع في نفسها كده، ما اعرفش بقى هي بردت ولا ايه، لان انا كنت اصلا حبساهم جنب امهم هنا وما بيتهمش. فهو المضاد الحيوي دوت هينفعه، انا لو ما كنتش جبت لهم المضاد الحيوي ده كانت ممكن تموت، انما هي طالما هتشرب بقى مضاد حيوي وكده هتبقى كويسه يعني باذن الله، وهنتابع مع بعض ان شاء الله كل يوم يعني. طبعا انا ما اكتفيتش على كده، لا البتاع اللي هو العلف اللي انتوا شايفينه ده اهو، انا حطيت لهم برده عليهم وصفه. عملت ايه؟ جبت نص بصلايه بشرطيه على المبشره الصغيره اللي خالص، نص بصلايه صغيره يعني مش كبيره، علشان البط برده ايه يعني لسه صغير وكده، فانا عملت لهم حاجه زي مضاد حيوي كده، نص بصلايه بشرطيه على حوالي نص كيلو علف اللي انتوا شايفينه ده. رحت جايبه معلقه صغيره من بتاعه الشاي حبه البركه، ومعلقه برده صغيره من بتاعه الشاي كركم، ورحت لفه ده كله على بعضه، ورحت حاطه لهم بقى ما شاء الله بدا ان هم ايه ياكلوا فيه اهوت زي ما انتم شايفين، وانا حاطه لهم العلف بقى قدامهم كده ليل نهار ياكلوا منه. فالحاجه الحلوه اللي في الموضوع يعني اللي انا مبسوطه ليها، ان هنا ما شاء الله المكان واسع. كنت الاول بقى بحضن عندي في الشقه وكده، بس انا جبتهم هنا من اول يوم وهم باتوا مع البطه هنا. الموضوع ده انا عملته يعني ايه كتجربه، قلت هبيتهم مع البطه وهم يعني ايه وظروفهم بقى صحوا صحهم يعني هي هتبقى تجربه. كنت كل مره البطه تطلع اقوم اطفي البط بتاعها واربيها هني، واقوم سايبه بقى البطه اقول ايه تجيب لها بطن تاني. مع ان عرق البطه بيبقى جميل جدا يا جماعه، يعني هي تربيه البطه لاولادها ما شاء الله بتبقى تربيتهم ناجحه جدا، بس انا بخاف بقى اقول مثلا ايه ممكن اسيبها على سطح ولا حاجه وفار يشدهم من تحتها مش عارفه ايه. بس هو بقى النبادي كده انا جازفت يعني، انا قلت بقى ايه يعني هم وظروفهم، والله لا سايباهم معاه وهي اللي اتربت، بس فعلا كان بسم الله ما شاء الله يعني، هي كانت مطلعه لي سبعه السبعه حتى يمكن هم بصوا اللي بياكلوا ده، هم السمر اللي بياكلوا ده حتى تلاقوهم شرحين شويه، ده من ضمن السبعه. فسبتهم بقى وقلت يعني ما شاء الله كده هم ايه وظروفهم، لقيتهم ما شاء الله مربياهم ومحتضناهم ومحافظه عليهم.
قلت طالما هي محتضناهم بقى ومحافظه عليهم، اما اودي لها ايه اللي انا جبتهم جداد رفيع. فجبتهم بقى هنا ما شاء الله. فمش عارفه بقى هي يعني غلطه بقى اللي انا سبتهم هنا بيتين في المكان دوت وهم لسه عمر يوم، ولا هم هيتاقلموا بقى في المكان ويبقوا حلوين. فهي برضو يعني تجربه هنجربها مع بعض. لو لقيتهم هيبردهم، لان الجو برضو ساعات بيبرد بالليل وكده هيبردهم، هبدا ان انا احبسهم لغايه بس ما يعدوا الاسبوع الاولاني، وبعد كده هقوم سايبهم مع بعض الليل نهار في قلب المكان اللي هنا ما شاء الله. يعني ايه، بصوا ما انا مخصصه الاوضه دهيت، الاوضه دي كلها انا مخصصها لهم كده إيه لهم بس هنا، وده احسن حاجه. هي ما شاء الله يعني بطه خرجت، بطه حاجه كده، بطه خرجت والبط الكبير راح ينقر. هنا بقى ايه، إيه خلاص انا سبتهم بقى هنا ياكلوا ويشربوا، وهنا من مكان ما شاء الله ظل، يعني بيخش شمس وظل، وهنا المكان واسع وحلو، وهو اصلا البط عايز الوسع. يعني بدل بقى ما يعني اعمل بقى عندي وهنضف واشيل واحط ومش عارف ايه واسحم بقى الشقه عندي، لا انا قلت هجيبهم هنا على طول. ولقيتهم حلوين، يعني اول ما جبتهم ما شاء الله كانوا بيتنططوا وبيجروا ويروحوا يجوا، وما شاء الله كلهم بداوا ياكلوا اهوت، هما برضو بدأ ان هما يشربوا من مضاد الحيوي اللي انا حطيته لهم، وده احسن حاجه يا جماعه. فهم الاسبوع الاولين ده يا جماعه لازم المضاد الحيوي، محدش يقول لا ده انا همشي، لا مش هينفع، عندك البط هيموت هيموت. يمكن كانت في دايما ناس بتقول انا عندي البط بيطلع ويموت، فهو البط لازم بيطلع بنستقبله على محلول، وبعد كده تاني يوم بجيب له المضاد الحيوي والفيتامينات، علشان كده تلاقي البط ايه يمشي معاك على طول يبقى حلو. هنا بقى ايه البطاطون دول مش عارفين منعزلين عن بعض ليه، مش عارفه حاسه كده حتى ايه، هما برضو جت الصبح كده لقيتهم خرجوا، جت ادور عليهم ما لقيتهمش، فهم خرجوا من تحت الخشبه من هنا كده من عند السلك، وبصيت لقيتهم من تحت الفرن بتاع الغاز هناك كده. فانا قلت بعد لما جيت ما لقيتهمش قلت يبقى فرك لهم بقى، فبدور كده لقيتهم نايمين مع بعض الاثنين دول، فهم يعني واخدين جنب لوحدهم كده رايحين جايين مش عارف. فكده بقى يا جماعه خلاصي انا هسيبهم بقى ياكلوا ويشربوا، واسيب الاكل والميه قدامهم. طبعا مش بنحبس الاكل ولا بنريح ولا الكلام ده كله، علشان هم لسه طبعا صغيرين، ما ينفعش ان انا اشيل قدامهم الاكل دلوقتي خالص، فهسيب الاكل قدامهم كده ان شاء الله، واحاول ان انا اجيب لهم بقى ايه اي لمبه هنا تنور لهم بالليل يعني. فانا برضو عايزاكم تقولوا لي رايكم، اسيبهم بقى هم بظروفهم ولا احبسهم من الليل لليل؟ بس انا يعني ايه بيصعب عليا لان بلاقي البط فرحان ورايح ويجي، فبيصعب عليا ان انا احبسهم يعني. فان شاء الله يعني هسيبهم هو وظروفهم باذن الله. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى يا رب يكون عجبكم، وان شاء الله استنونا بقى باذن الله في الفيديو الجاي، كل يوم هنصور مع بعض.